الفصل الرابع، ثورة 19 وثورة 23 يوليو اتكلمنا عنهم. طبعا انا قلت كم اسئلة ممكن تعدي ال 400 سؤال. طبعا عدد كبير جدا من الطلبة كان بيشارك معانا من خلال التليفون وبيجاوب، ودي كانت حاجة كويسة جدا. معلش الاسبوع اللي فات واللي قبله كان في مشاكل في التليفون، انما النهاردة التليفون مفتوح معانا من بداية الحلقة بحيث ان احنا نعوض اللي فات في الفصل الرابع او الاسئلة اللي ايه انا كتبتها في الاخر. التليفون هينزل على الشاشة، واي حد عايز يشارك مسجل الاسئلة، لان عدد كبير جدا من الطلبة برضو اتصل بيا واستفسر عن بعض الاسئلة اللي انا كتبتها. الاسبوع اللي فات ده بيخطرني ان انا كنت في قافلة تعليمية تبع وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة في البحيرة في مدينة رشيد ودمنهور. للاسف يعني عايز اقول ان الطلبة مش متابعة القنوات التعليمية بالقدر الكافي، وده ظهر في المحاضرة بشكل كبير جدا. الطلبة اللي حضرت طلبة كتيرة جدا، الطلبة اللي كانت مستجيبة وبتعرف تجاوب وتتناقش هي الطلبة اللي شاهدت القنوات التعليمية وشافت الأسئلة والشرح اللي احنا شغالين فيه طول السنة. للأسف عدد كبير جدا من الطلبة لحد النهاردة بيغيب عنه الأسئلة الاستنتاجية المستويات العليا للاستنتاج. احنا لما بنروح مكان ما بنحاولش نعمل طرح للحاجات التقليدية، يعني مش جاي أقول لك أنا من آخر الدنيا وروحش أسوان أو المنيا عشان أقول لك إيه أسباب الحملة الفرنسية، أو إيه مش عارف نتائج المجمع العلمي، أو إيه نصوص معاهدة لندن. أنا مش جاي عشان أعلمك ده. احنا في حالة القوافل التعليمية بنحاول يعني نلفت نظرك لأسئلة الاستنتاج والمستويات العليا. للأسف لقيت ان الناس برضو هناك لحد النهاردة مش واخدة بالها، كتير جدا، عدد كبير جدا، نقدر نقول 90% لحد النهاردة مش واخد باله، اكتر من 90% كمان. كل ده احنا بنقوله. طب انت بتقول الكلام ده فين يا استاذ؟ بنقوله على قنوات النيل التعليمية. الموضوع متاح للجميع، وانت قاعد في بيتك وانت في سريرك على اليوتيوب، اللي البث المباشر بتشوف دلوقتي معانا بتناقش، كل ده موجود، الحاجة موجودة بين ايديك. ليه انت ايه دافن دماغك في الرمل زي النعام ومش عايز تعرف ان خلاص السنه بتقفل معانا؟ بننبه يا ريت الطلبه تشوف معانا وتتابع الفتره اللي جايه، لان الاسئله اللي احنا بنقولها اسئله مهمه وبتدربك على الواقع الاستنتاج اللي في الامتحان. فيا ريت حتى طلبه رشيد ودمنهور عملوا جروب طلاب احمد صلاح رشيد، برضو الحلقات هننزلها والاسئله هننزلها على الجروب، واسمع وشوف وتابع، لان الوضع ما كانش عاجبني خالص الاسبوع اللي فات. برضه استمرار القوافل التعليميه ان شاء الله في المنيا وفي اسوان وفي البحر الاحمر. يا ريت برضه الناس لو عندها حاجه تجهزها لحد ما نجي لهم باذن الله. هنبدا معاكم النهارده نتكلم في الفصل الخامس، التوسع الاستعماري في البلاد العربيه. شوف مع بعض التوسع الاستعماري. طبعا احنا عندنا البلاد العربيه وقعت في حوزه الاستعمار معظمها عندما قامت الحرب العالميه الاولى، يعني عندي 1882 سقطت مصر في يد الاستعمار الانجليزي. شوف مع بعض 1884 ضاعت مين؟ السودان تحت الاحتلال الانجليزي. طب عندما اندلعت الحرب العالمية الاولى 1914 كانت كل البلاد العربية، كل البلاد في قبضة الايه؟ الاستعمار. من فين؟ من المحيط العربي الى المحيط، من الخليج العربي الى المحيط الاطلنطي، ما عدا، خلي بالك من كلمة ما عدا دي، قلب الجزيرة العربية وبلاد الحجاز علاوة على سوريا الكبرى والعراق. مالهم دول؟ لا تزال ولايات عثمانية تتبع الحكم العثماني المباشر. نركز على المقدمة ده الله يخليكم، وبالذات السطر الأخير. عندما اندلعت الحرب العالمية 1914 كانت كل البلاد في قبضة الاستعمار، من المحيط او من الخليج العربي الى المحيط الاطلنطي، ما عدا الجزيره، الحجاز، سوريا، العراق، لا تزال ولايات عثمانيه تخضع للحكم العثماني المباشر. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل. عند حضرتك كنت بتتكلم عن القوافل التعليميه. دخلت كل المحافظات ما عدا الفيوم. طيب ان شاء الله هنشوف، يعني هي الوزاره الشباب والرياضه ووزاره التربيه والتعليم الاستاذ سيد مصطفى مدير تعليم الاهرام المسيحي هو المسؤول عن تنظيمها. انا برضو ايه هنكلمه ان شاء الله ونشوف هل في الفتره اللي جايه دي في الفيوم ولا هتبقى مراجعات اخر السنه، هنشوف ان شاء الله وهنعملها. ماشي ماشي. حاجه تانية يا محمد؟ سلامتك يا احمد، مع الف سلامه. طيب نشوف مع بعض كده، بنقول عندي البلاد العربيه وقعت في قبضه الاستعمار من المحيط الى الخليج، ازاي؟ هنعمل بس رسم كده كروكي بسيط هنوضح فيه البلاد العربيه وأوضاع الاستعمار فيها عند اندلاع الحرب العالمية الأولى. نشوف مع بعض كده، ده رسم مصغر كده
لقارة افريقيا وبعض قارة اسيا. ادي عندي ادي البلاد العربية اهي، المنطقة دي كلها بلاد ايه عربية في افريقيا، وعندي ادي المنطقة بتاعت اسيا شبه الجزيرة العربية والشام والعراق، كل دي بنقول عليها ايه بلاد عربية. طيب انت قلت في اخر فقرة عندما اندلعت الحرب العالمية الاولى كانت كل البلاد العربية من فين بقى؟ من الخليج العربي، ادي الخليج العربي هنا اهو، من الخليج العربي الى المحيط الاطلنطي، يعني من اول الخليج العربي للمحيط الاطلسي في قبضة الايه الاستعمار. تقول لي لا، ما عدا قلب الجزيرة العربية، لا ما ضاعتش، ما عدا منطقة الحجاز ما ضاعش، ما عدا العراق ما ضاعتش، ما عدا سوريا الكبرى اللي هي بلاد سوريا. طب ليه دول ما ضاعوش؟ كل المناطق دي كده ضاعت باستثناء المنطقة دي، ليه؟ لا تزال ايه ولايات عثمانية تحت الحكم العثماني المباشر، هذه المناطق لا تزال تحت الحكم العثماني المباشر حتى الآن. طيب جميل، هنبدأ نتكلم على التوسع الاستعماري وكيف بدأ في المنطقة العربية. أول سؤال عندي لما أقول أثر الحملة الفرنسية على مصر بالنسبة لمستقبل، مستقبل مين بالضبط؟ جنوب الجزيرة العربية. ركز معايا يا استاذ، احنا ايه اللي رجعنا الحملة الفرنسية؟ احنا بنقول دلوقتي احنا بنبدأ تاريخ جديد وفترة جديدة بنتكلم فيها على تاريخ البلاد العربية، تاريخ البلاد الايه العربية، فبرجع للاول بجيب الاحداث المعاصرة والاحداث اللي بتأثر على مستقبل جنوب الجزيرة او تؤدي الى استعمارها. فبنقول الحملة الفرنسية لما جت مصر كان لها تأثير على جنوب الجزيرة الايه العربية. طب ازاي؟ طب نشوف مع بعض كده، ادي عندي البحر الاحمر اهو، وادي عندي خليج عدن، ادي الخليج الايه العربي، العراق، ادي مصر اهي. نركز مع بعض كده، انت بتقول دلوقتي الحملة الفرنسية جت مصر، تمام. الحملة الفرنسية لما جت مصر امتى؟ 1798، اثرت على منطقة جنوب الجزيرة العربية. ليه؟ المنطقة دي في الهند فيها مين؟ انجلترا. طيب انجلترا طبعا خافت من مين؟ من الحملة الفرنسية، فبدأت انجلترا تتجه لجنوب الجزيرة العربية، وده اللي هنشوفه بعد الفاصل، فانتظرونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، بنشوف مع بعض يا ولاد كده على خريطة معايا. قاعد انجلترا في المنطقة دي، الحملة الفرنسية جت ايه؟ مصر. طيب الحملة الفرنسية لما جت مصر موقف انجلترا ايه في التوقيت ده؟ طيب نشوف مع بعض كده، انجلترا زعلت جدا، ركز معايا تاني. الحملة الفرنسية في مصر، انجلترا في الهند. اولا لفتت الحملة نظر انجلترا لاهمية موقع مين؟ مصر. ازاي انا مش واخد بالي من موقع مصر؟ ده الطريق التجاري كله بتاعي وانا جاي منين؟ من اوروبا الى الهند، بعدي منين؟ من مصر. بص معايا تاني على الخريطة كده، ادي انجلترا هنا ايه في اوروبا. انجلترا بتمشي ازاي؟ تمشي كده تدخل جبل طارق، البحر الايه المتوسط، تعدي من مصر البحر الاحمر، توصل فين؟ الهند. يعني اذا هنا مصر تعتبر في منتصف الطريق التجاري الانجليزي. طيب ازاي انجلترا ما كانتش واخده بالها؟ تبقى الحمله هنا اول حاجه لفتت نظر انجلترا لاهميه موقع مصر، فاسرعت انجلترا بعقد اتفاقيه مع سلطان عمان، دي اليمن، وادي عمان عندي اهي، سلطنه عمان. اكتوبر 1798 انجلترا عملت اتفاقيه مع سلطان عمان تطرد كل الرعايا الاجانب اللي عندك من هولندا وفرنسا، عدم اقامه وكالات تجاريه اجنبيه، السماح ببقاء قوات انجليزيه. يعني انجلترا بقى لها حق انها تقعد فين؟ في عمان. اذا هنا الحمله الفرنسيه لوثت جنوب الجزيره بوجود انجلترا في عمان. بس طبعا لا، قامت انجلترا بايه؟ احتلال جزيره بريم في مدخل البحر الاحمر 1799، وذلك لقطع الطريق على فرنسا اذا ما فكرت استخدام البحر الاحمر وصولا لفين؟ للهند. والدليل ان انجلترا سبت الجزيرة 1801 بعد رحيل فرنسا، ثم توقيع انجلترا اتفاقية مع سلطان لحج وعدن 1802 تقضي بوجود قوات انجليزية في اليمن. اذا الحملة الفرنسية اثرت على جنوب الجزيرة الايه العربية، جعلت لانجلترا يعني يد في عمان ويد فين؟
في عدن مدخل البحر الايه الاحمر. طيب تمام، نرجع تاني ونجيب اثر جديد لهذا التوسع. لما نقول اثر ظهور محمد علي بالنسبه للخليج العربي، هو محمد علي ظهر في الخليج العربي. ظهر ازاي؟ نشوف مع بعض كده على الخريطه. محمد علي ظهر في الخليج العربي هنا بطلب من السلطان العثماني للقضاء على الحركه الايه الوهابيه. طب محمد علي لما ظهر في المنطقه دي باسم السلطان العثماني ظهر بشكل شرعي، مين اللي هنا؟ انجلترا. قلقت من محمد علي، طب انجلترا تعمل ايه؟ نقول ان محمد علي ظهر هناك للقضاء على الحركه الوهابيه واسقط الدرعيه عاصمه الدوله السعوديه الاولى 1818، الدوله التي كانت قائمه على افكار محمد بن عبد الوهاب. انجلترا لما شافت محمد علي تشككت انجلترا في نوايا محمد علي التوسعيه، هيعمل لي مشاكل. طب الحل نقدر نضرب وناخد الخليج. بالفعل قامت انجلترا بفرض اتفاقيه 1820 على العشائر العربية، وسمت انجلترا الاتفاقية معاهدات الصلح العامة. الاتفاقية نصت على ايه؟ تحريم القرصنة مع تحريم تجارة الرقيق. شوية تجددت الاتفاقية او المعاهدة على مدى سنوات تالية، مما اعطى لانجلترا في النهاية حق التحكيم بين العشائر الايه العربية. ثم تحولت المعاهدة الى معاهدة حماية 1891 مع سلطان مسقط، يعني اصبح هنا عمان تحت الاحتلال الانجليزي. 1899 حماية مع امير الكويت، يعني اصبح الكويت تحت الاحتلال. يعني نقدر نقول ان محمد علي هنا عمل كارثة بالنسبة لاوضاع الخليج العربي، ان هو ضيع رأس الخليج وقاعدة الخليج لمين؟ للانجليز بسبب هذه التوسعات. طب محمد علي هنا اثر ولا ما اثرش؟ اثر بشكل كبير. يفضل عندي جزء صغير. ظهر محمد علي تاني بعد كده في اليمن سنه 37 باسم السلطان العثماني. طب محمد علي لما ظهر في اليمن سنه 1837 باسم السلطان العثماني حصل ايه؟ نقول سؤال، اثر ظهور محمد علي في اليمن 1837. واحد، اصبح على مقربة من مين؟ من انجلترا. فين بالتحديد؟ في لحج وعدن. انجلترا زعلت طبعا، فاسرعت انجلترا، اسرعت بايه؟ احتلال فعلي لعدن مدخل البحر الاحمر 1839. اذا محمد علي هنا وجوده او ظهوره في اليمن عمل كارثه تانية. ايه الكارثه التانية؟ ان هو ضيع مدخل البحر الاحمر وحطه هنا في ايد مين؟ في ايد انجلترا. كده انجلترا هتقفل البحر الايه الاحمر لخوفها من محمد علي. لا مش كده وبس، وعقدت انجلترا اتفاقيه تانية مع مين؟ مع سلطان لحج، تقضي بتامين الطرق، تامن الطرق لانجلترا ومراقبه اتباعه، وتراقب اتباعك بحيث ان هم ما يعملوش اي نشاط ضد مين؟ ضد الانجليز. اذا هنا عندي في تاثير على جنوب الجزيره العربيه كده، ونخلي بالنا هنقولهم كده مع بعض كده ثلاث حاجات في تاثير على جنوب الجزيره العربيه. التاثير الاولاني ايه يا استاذ؟ التاثير الاول اثر الحمله الفرنسيه على مصر بالنسبه لجنوب الجزيره. الثاني اثر ظهور محمد علي في الخليج العربي على الخليج او العشائر. اثر ظهور محمد علي في اليمن على مستقبل اليمن او جنوب الجزيره الايه العربيه. هنا دول تلات ايه حاجات مختلفه عن بعضهم. طيب احط معاكم برضو هنا ايه بعض الاسئله. السؤال الاولاني، لما اجي اقول واحد، ما العلاقه بين الحرب الوهابية ومستقبل الخليج العربي؟ ما العلاقة بين الحملة الفرنسية ومستقبل جنوب الجزيرة العربية؟ تاني كده معايا،
ايه العلاقه بين الحرب الوهابيه ومستقبل الخليج العربي؟ ايه العلاقه بين الحمله الفرنسيه وجنوب الجزيره الايه العربيه؟ برضو لما نيجي نقول العلاقه بين الحرب الوهابيه ومستقبل اليمن، الحرب الوهابيه ومستقبل ايه اليمن. سؤال تاني، بما تفسر ظهور محمد علي في رأس الخليج العربي؟ أثبت صحة العبارة. 1، لفتت الحملة الفرنسية أنظار إنجلترا إلى أهمية موقع مصر، أو إلى إيه؟ مصر بصفة إيه خاصة؟ نقطة برضو من نقط المقارنة، قارن بين ثورة أكتوبر 1798 واتفاقية أكتوبر 1798 موضحا النتائج. تاني كده معايا، قارن بين ثورة أكتوبر 1798 واتفاقية أكتوبر 1798 موضحا النتائج. برضو لما نقول ما مصداقية العبارة، ما مصداقية العبارة؟ أصبح لإنجلترا حق التحكيم بين العشائر العربية طبقا لاتفاقية الصلح العامة 1820. أصبح لإنجلترا حق التحكيم بين العشائر العربية طبقا لاتفاقية الصلح 1820. برضو قارن بين معركة 1839 واتفاقية 1839 موضحا النتائج. طبعا كده احنا نعتبر ايه؟ يعني احنا حطينا اسئلة او غطينا اسئلة اكتر من الايه، من الشرح نفسه. نخلي بالنا ناس كتيرة جدا بتقول لك المراجعات، لما انا براجع اهو كم اسئلة، كم الاسئلة اللي انا عملته اكتر من كم الشرح اللي انا قلته. كل الاسئلة طبعا انا ما سألتش الاسئلة العادية بقى، الاسئلة العادية دي سهلة بقى، انت سهل انك انت تقولها يعني بصفة عامة كده، دي بسيطة. انما احنا بنقول الحاجة اللي مثلا ايه ملتوية فيها استنتاج بنحاول ايه نظبطها لك. معانا دينا، السلام عليكم يا دينا. عليكم السلام. عليكم يا دينا. ازيك يا استاذ؟ ازيك عامل ايه؟ معلش بقى اتاخرنا عليك اسبوعين، التليفون كان عطلان وانا كنت بتصل على طول بس كان التليفون مش بيشتغل. معلش يعني اسفين، احنا شغلناه النهارده اول ما دخلنا اهو. اتفضلي. اخبار حضرتك يا استاذ؟ لا انت عامل ايه الاول؟ تمام؟ انا الحمد لله تمام. تمام الله يفتح عليك. في حاجه وقفت قدامك في اللي احنا قلناه الاسبوع اللي فات واللي قبله؟ في واحده اللي هي فسر عدم اجتماع ضباط الاحرار اللي هو منذ الثوره العربيه. تاني السؤال، فسر عدم اجتماع، بما تفسر عدم اجتماع ضباط الجيش صح؟ اه، منذ الثورة العربية صح؟ ايوه هي. مش انا قلنا في سؤال عندك ايه؟ اجتماع 16 يونيو ده كان اخطر اجتماع منذ الثورة العربية؟ اه، اجتماع 16 يونيو. انا كان عندي في اجتماع 16 يناير 81 صح؟ بتاع عرابي. ده كان اجتماع مين؟ عرابي صح؟ ايوه. طيب من ساعه اجتماع 16 يناير ما حدش اجتمع تاني لحد اجتماع كام؟ 16 يونيو.
ايوه 16 يونيو 52. ايه السبب ان مفيش اجتماع يا دينا من اول الثوره العربيه لحد النهارده؟ انا قلت ان هم عشان حلوا مجلس مجلس الاداره بس مش عارف ده. لا بص بقى الاجابه: نظرا لاحتلال انجلترا مصر وفقدانها الاستقلال، مش ده اللي حصل؟ اتنين: حل الجيش المصري وتكوين جيش جديد تحت اشراف الانجليز، فاكره؟ ايوه. تبقى الجيش المصري اتحل، عملنا جيش جديد تحت اشراف مين؟ انجلترا. اذا انجلترا المسؤوله عن الجيش ومعظم قياداته، لذلك ما كانش عندي فرصه للايه؟ للاجتماع، تمام؟ حاجه تانية عندك يا دينا؟ لا شكرا خالص، بس عايزه اجاوب على الاسئله. طب اتفضلي، عايزه السؤال ايه؟ اي حاجه. طيب لما اقول دي مثلا معايا كده، بصي قارن بين معركه 1839 واتفاقيه 39 موضح عن النتائج. طب ما تخلينا في الاسئله الاولانيه في الاول. هو ده صعب ولا ايه؟ انا مش عارف، بس مش مراجع الفصل الاول، مش مراجع الفصل الثاني. طيب لما نقول ما مصداقيه العباره، ما مصداقيه العباره؟ اصبح الانجلترا حق التحكيم بين العشائر العربيه طبقا لاتفاقيه الصلح العام 20. تبقى العبارة غلط، لأن المعاهدة تجدد على مدى سنوات بما سمح في النهاية بريطانيا أن تقوم بحق تحكيم في المنازعات. تبقى العبارة إيه؟ غلط. أمال إيه بقى؟ أصبح لبريطانيا حق التحكيم طبقا المعاهدة تجددت على مدى السنوات التالية بما سمح في النهاية لبريطانيا أن تقوم بدور التحكيم في المنازعات التي تحدث بين شيوخ الإمارات. الله يفتح عليك. تبقى طبقا لتجديد المعاهدة على مدى سنوات تالية، المعاهدة لما تجددها على مدى سنوات تالية أعطى الإنجلترا في النهاية حق التحكيم بين العشائر الإيه؟ العربية. تمام. أيوة. حاجة تانية؟ لو في حاجة تانية حضرتك عايز نجاوبها ماشي. ما العلاقة بين ايه؟ الحرب الوهابية ومستقبل الخليج العربي؟ طلب السلطان العثماني من محمد علي عام 1811 ان يتوجه الى الخليج او الخليج العربي من جهة الشمال للقضاء على الدولة السعودية الأولى التي كانت تقوم وفقا لأفكار محمد بن عبد الوهاب. تمام. مما ادى الى قيام او فجات انجلترا التي كانت تراقب الملاحه في المحيط الهندي وبحر العرب. تمام. مما على راس الخليج بعد ان قضى على الدوله الوهابيه. كويس. مما ادى الى تشكك انجلترا في نوايا محمد علي على المنطقه، واذا كانت لديها اي مشروعات توسعيه فقامت بفرض اتفاقيات الصلح العامه سنه 1820 على الخليج. الله يفتح عليك. نصت على القرصنه وتحريم تجاره الرقيق ثم تحولت الى حمايه 91 و99. طب العلاقه بين الحمله الفرنسيه وجنوب الجزيره العربيه؟ العلاقه بين الحمله الفرنسيه، هنقول ان بعد ما جه الحمله الفرنسيه الى مصر والشام اواخر القرن ال 18 تنبهت انجلترا الى اهميه موقع مصر وموقع مصر وبلاد المشرق العربي، لذلك اسرعت بعقد معاهدات مع سلطان عمان في اكتوبر واحتلال جزيره بريم وعقد معاهدات مع السلطان لحج وعدن. تمام. طيب السؤال ده بس اثبت، لفتت الحملة الفرنسية أنظار إنجلترا لأهمية مصر. بعد ما جه الحملة الفرنسية إلى مصر والشام آخر القرن ال 18 تنبأت إنجلترا إلى أهمية مصر وبلاد المشرق العربي، لذلك أسرعت بالقيام بعقد معاهدة مع سلطان عمان في أكتوبر. تاني السؤال يا دينا، أنا ما قلتش أنا أفسر، أنا بقول أثبت إن إيه لفتت الحملة الفرنسية أنظار إنجلترا لمصر. أثبت. قامت باحتلال مصر سنة 1888. طب اسيب لك السؤال تفكري فيه شويه. ماشي يا استاذ، فكري فيه شويه لحد ما اشرح كده شويه وبعدين ارجع لنا تاني. شكرا ادينا، مع الف سلامه. طيب هنبدا نتكلم على التوسع الاستعماري في البلاد العربيه في الشمال الافريقي. احنا كده اتكلمنا على منطقه الخليج العربي وجنوب الجزيره العربيه ومستقبل اليمن. هنتكلم النهارده على التوسع الاستعماري في الشمال الافريقي. نشوف مع بعض كده ايه هو التوسع الاستعماري في الشمال الافريقي. رسم بس كروك كده على قد ما بنقدر بحيث ان احنا نوضح الاماكن اللي احنا شغالين فيها. طيب بص معايا، ادي مصر، ادي ليبيا، ادي تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا. تمام. احنا نتكلم على الاستعمار الاولاني ده، هنا كده طبعا السلطان العثماني اهو في اسيا الصغرى. الدوله العثمانيه بعيده، ايه اللي حصل؟ انقض الاستعمار على الاطراف البعيده واحتلها، يعني احتل الخليج، الشرق، الجنوب، عمان واليمن، الغرب، الجزائر. فرنسا هتحتل الجزائر. طيب فرنسا هنا في اوروبا ايه؟ ايه الدوافع؟ كل دوله بنتكلم فيها عن ثلاث حاجات. اول حاجه الدوافع اللي هتدفع فرنسا لدخول الجزائر،
اتنين السياسة الفرنسية في الجزائر، كفاح الجزائر حتى الاستقلال. طيب قبل ما نتكلم على الدوافع نقول ان ايه، الجزائر وفرنسا كانوا بيتمتعوا بعلاقات طيبة منذ البداية. ازاي يا استاذ؟ نقول ان فرنسا تستورد، يعني اللي بيستورد مين؟ فرنسا. فرنسا تستورد، تستورد ايه؟ القمح. منين؟ من الجزائر. خلي بالك معايا، يعني الجزائر اللي بتدي فرنسا القمح على سبيل الاقتراض اثناء حروب الثورة الفرنسية وحصار انجلترا لشواطئ فرنسا. طب العلاقة بينهم كانت علاقة حلوة زي الفل، هي ودية. مين اللي بيدي؟ الجزائر بتدي مين؟ فرنسا. بتديها ايه؟ القمح. خدت فلوس؟ لا، على سبيل الاقتراض اثناء حروب الثورة الفرنسية وحصار انجلترا لمين؟ لفرنسا. طيب دي العلاقة قبل كام؟ قبل 1827. ماشي كده معايا؟ قبل 1827. طيب ليه يا استاذ؟ نقول بعد كده الاسباب الرئيسية مطالبة الجزائر فرنسا. بدأت الجزائر تطالب مين؟ فرنسا بثمن القمح. كم مليون؟ 24 مليون فرنك. ايه اللي حصل؟ الكلام ده من 1800. فرنسا عملت لجنة مالية في باريس 1826 وقررت تخفيض الديون. احنا هندفع 7 مليون بس، طب هاتوا. التسديد سوف ياخذ وقتا ايه؟ طويلا. يعني بعد كده ان فرنسا بدأت تماطل في تسديد ثمن القمح. معلش التليفون هناخد علي ونرجع لكم تاني. السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام، ازيك يا مستر؟ عامل ايه؟ تمام. ايه بقى الاسئله ما كتبتهاش ليه؟ لا انا كتبتها. انت منزل بس على الجروب الفصل الاول والتاني اللي احنا بنسجله هنا، الباقي ما كتبتوش. ايوه تمام. صح كده؟ ما نزلتوش. اصل مرعي محمد بيقول لي ده علي عبد الله، علي كتب كل الاسئله ونزلها. قلت له لا، الناس بتسالنا على الاسئله الباقيه ما نزلتش بتاع الحلقات. ايوه لسه. طيب خلاص، وانا زعلان على الجروب كده عشان زمايلك. انا زعلان منكم بصراحه. ليه زعلان؟ ليه بس يا علي؟ انا رنيت بالي حصتين اهو، ما حدش عايز يفتح. لا ابدا والله، التليفون كان عطلان. ما لو قلت لك التليفون كان عطلان وانتوا كنتوا بتكلمونا على التليفون. ايه؟ ايوه ما انت ده كان غصب عننا والله. تمام. الاستاذه هبه حرب المخرجه اول ما دخلت هي قلت لها التليفون عشان الناس زعلانه، راحت فتحها على طول. ايه؟ طب تمام. ماشي. السؤال اللي هو ايه؟ السؤال ده بتاع اثبت صحة صحة العبارة، لفتت الحملة الفرنسية أنظار إنجلترا لأهمية موقع مصر. أقول له حيث أنها ابتدى، حيث أنها لفتت الحملة الفرنسية على مصر والشام أنظار إنجلترا لأهمية موقع مصر وبلاد الشرق، فعقدت إنجلترا معاهدة مع السلطان عمان. بقول لها نفس الكلام اللي دينا كانت بتسأله، وقلت لها ارتاحي شوية كده وفكره ورد عليا في السؤال تاني. لا. طب مش احتلت جزيرة بريم؟ طب فكر ورد عليا تاني؟ ولا جاوب لك انا السؤال ونخلصكم؟ تمام. طب ثواني كده. طيب اصبر على نفسك شويه. هي عقدت مع سلطان عمان اللي هي معاهده اكتوبر. اوكي ماشي. يعني انت اخرك كده خلاص، انت ودينا اخركم ده خلاص. عدم، ما هي برضه تبعت بعدم السماح بانشاء بتاع دي اللي هي الوكاله الفرنسيه دي. طب سيبه شويه. ماشي؟ طب في اسئله ثانيه؟ في اسئله ثانيه، في سؤال بعده. قارن بين ايه؟ ثوره اكتوبر. ثورة اكتوبر، شايف السؤال؟ ثورة اكتوبر 1798 واتفاقية اكتوبر 1798 موضح النتائج. لا الاسئلة بتاع مال علاقة. طيب ماشي يا عبد الله. العلاقة يا دينا جاوبتهم كلهم. وجاوبت بتاع مصداقية العبارة؟ دينا جاوبت العلاقة. طب بص معايا. فيما العلاقة بين الحرب الوهابية ومستقبل اليمن؟ الحرب الوهابية ومستقبل اليمن. مع ظهور برضو محمد علي للقضاء على الحركة الوهابية. فوصل محمد علي إلى اليمن اللي هي ابتدى 37 باسم السلطان العثماني. تمام تمام. فاحتل احتلال عدن في يناير 39، فأصبح على مقربها من وجود إنجلترا بين الطرفين. طيب تمام. طيب بما تفسر ظهور محمد علي في رأس الخليج العربي، ليه محمد علي ظهر في رأس الخليج العربي؟ للقضاء على الحركة الوهابية. طب كمل. لقاء حلقه بيه باسم مين؟ باسم السلطان العثماني. باسم الدوله الايه؟ العثمانيه. طيب تمام خلاص، فكر في ده كده علي وكلمني تاني. ماشي. طيب بنقول بقى ايه، الجزائر بدات تطالب فرنسا 1800 بالفلوس 24 مليون فرنك. عملوا لجنه ماليه في باريس وفرنسا بتماطل، احنا هندفع 7 مليون والتسديد سوف ياخذ وقتا ايه؟ طويلا. طب وبعد كده فرنسا استغلت
أعمال القرصنة بين السفن الجزائرية وسفن البابا في روما، وبدأت تطالب الجزائر، فرنسا بتطالب مين؟ الجزائر بتعويض سفن البابا. بصوا معايا، بصوا على الخريطة كده، دي الجزائر، دي ايطاليا، ده البحر المتوسط في النص. ايه اللي بيحصل؟ ان الشاطئ الاوروبي السفن بتاعته بتسرق الشاطئ الافريقي، والشاطئ الافريقي بيرد بالسرقة، فبيسموها ايه دي بقى؟ القرصنة المتبادلة. قرصنة متبادلة لا تستوجب تدخل القانون الدولي. الجزائر سرقت سفن البابا، لان البابا سبق وسرق سفن مين؟ الجزائر. فرنسا اتدخلت وطلبت الجزائر بتعويض البابا، وقعدت مؤاخذة من السفن وحركت اسطولها. مين اللي حرك بقى اسطوله؟ حركت فرنسا الاسطول 1827 وحصار الجزائر، وراحت مقدمة الانذار ده. الانذار بيقول ايه؟ اربع نقط. اول حاجة عندي اعادة ما اخذ من سفن البابا. اتنين، التوقف عن القرصنة. الاعتراف لفرنسا بحق الرعاية الاوائل في الجزائر. وبالمرة التنازل عن الديون. شايف الانذار؟ حركت فرنسا اسطولها، حصر الجزائر من 27، وفرضت الانذار ده، ترجعوا مؤاخذه من سفن البابا، تبطلوا سرقه، تعترفوا لفرنسا بحق الرعايا الاوائل، يعني الفرنسيين يعيشوا في الجزائر مواطنين من الدرجه الكام الاولى، وبالمره تتنازلوا عن مين؟ عن الديون. طب دي كلها اسباب رئيسيه. نيجي نشوف السبب الايه؟ المباشر. الكلام ده راح لمين؟ لحاكم الجزائر. طبعا اي حد هيرفض اللي بيحصل ده. فرنسا اصدرت اوامرها للاسطول اللي بيحاصر الجزائر من 1827 اخر 27 لاول 830 على مدى سنتين حرب. حربت فيها الجزائر، وفي الاخر استسلام الجزائر واحتلال فرنسا لها، ولم تتحرك الدولة العثمانية. ضاعت كده الجزائر. طب احنا اتكلمنا كده عن النقطة الاولانية اللي هي ايه؟ الدافع. طيب لما اجي اقول لك هنا سؤال، قارن بين انذار. بص معايا بقى في الانذار اللي هكتبه لك كده. 1 يونيو 1798. 2 انذار يونيو 1798 يونيو 1840 يونيو 1882. 4 انذار 1924. 5 انذار 1942. 6 انذار 1000، هنقول هنا كده انذار يناير 1952. 7 انذار 23 يوليو 1952. الانذار اللي احنا خدناه برضو ده بنقول انذار 1827. خلي بالك من كمية الانذارات دي كده وتركز فيها. طيب احنا قلنا الانذارات دي لو حد عنده تعليل ليها او حد عنده تسميه، انا كتبتها بسنواتها ايه؟ كتبت الانذارات دي كلها بسنواتها 1897 798 840 882 924 942، يناير 952، يوليو 952، بعديها انذار 1800 كام؟ 27. طيب ده الاولاني ماشي؟ نخلي بالنا. طيب نقول برضو سؤال، قارن بين اللجنة المالية
في باريس، مش احنا قلنا عامل لجنة بدائية في باريس سنة 800 كام؟ 26. واللجنة الدولية 1880 موضحا النتائج. تاني كده معايا، اللجنة المالية في باريس واللجنة الدولية 880 موضحا ايه؟ النتائج. اكتب معايا بقى الاسئلة دي الله يخليك. سارة، سلام عليكم يا سارة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا سارة؟ الحمد لله كويس. لو سمحت ممكن اجاوب لو السؤال بتاع اثبت؟ سؤال اثبت؟ لفتت فرنسا انتباه انجلترا. لفتت الحملة الفرنسية انظار انجلترا الى اهمية مصر. اتفضلي يا سارة. حيث انها اشتركت مع السلطان العثماني في اجلاء القوات الانجليزية وتلكأت انجلترا في الخروج من مصر. وحيث انها ارادت احتلال بعض المواقع الهامه في البحر الاحمر المتوسط. تمام. واحتلت انجلترا حمله فريزر. الاجابه دي من الفصل الكام يا ساره؟ دي من الفصل الاول. الاول ولا الثاني؟ لا، الاول. الاول والثاني. الله يفتح عليك يا ساره. تمام. طب احنا بنقول برده سؤال قارن ما بين ثوره اكتوبر 1798 واتفاقية اكتوبر 1798. اتفضلي. ثورة اكتوبر 1798 هي ثورة القاهرة الأولى، وهي كانت النتائج بتاعتها قتل الحاكم الفرنسي بالقاهرة، واستخدمت انجلترا أساليب القمع لإعماد الثوار. اتفضلي. إيه؟ فرنسا استخدمت أساليب القمع. فرنسا استخدمت أساليب القمع لإخماد الثوار. ايوه. ودخول المسجد الأزهر بالخيول مما أثار الشعور الديني لدى المصريين. تمام. وبعد كده اتفاقية 1798 عدم السماح بإنشاء وكالات فرنسية في البلاد، وطرد الرعاية الفرنسيين من البلاد، ووجود حمية بريطانية. الله يفتح عليك يا سارة. تمام، ممتاز. تمام كده. واحد كده جاب من السؤال من الفصل الكامل الاول. هتجاوب حاجه ثانيه يا ساره؟ لا، شكرا. ماشي يا ساره، مع الف سلامه. طيب شفنا انا دلوقتي السؤال في الفصل الثامن اجابته في الفصل الاول، لان انا قلت لك انا رجعت للاول. انا بتكلم عن تاريخ البلاد العربيه منذ البدايه، فرجعت الاول قلت الحمله الفرنسيه محمد علي. فلما اجي اقول هنا اثبت ان لفتت الحمله الفرنسيه انظار انجلترا لمصر، اقول شاركت انجلترا في اخراج الحمله الفرنسيه بقوه من خلال موقعة ابي قير البحريه وغيره. اثنين، بعد رحيل فرنسا تلكأت انجلترا في الرحيل من مصر، مش خدنا دي؟ تلكأت انجلترا في الرحيل لرغبة انجلترا في احتلال مواقع هامة على البحر الاحمر المتوسط تأمين لمواصلاتها في الهند. ثلاثة، صرعت انجلترا بعد ذلك بارسال حملة فريزر 1807 لاحتلال مين؟ مصر. ده كله بيثبت هنا رغبة انجلترا في البقاء، ده كدليل على ان الحملة لفتت انظار انجلترا لأهمية موقع مين؟ مصر. طيب هنبدأ نتكلم على السياسة الفرنسية في الجزائر. طيب فرنسا لما دخلت الجزائر عملت فيها ايه؟ حاجات بسيطة خالص. بنقول أول حاجة عندي مصادرة الأراضي ومنح الضياع للفرنسيين. الشركات الكبرى استولت على الأرض لزراعة القروم لإنتاج الخمور، أكاموا المصانع ومدوا خطوط السكة الحديد، عملوا على استغلال كافة المناجم الموجودة، الحديد، النحاس، الفوسفات، المنجنيز، الزنك. عملوا على تشجيع الهجرة ليس فقط الفرنسية ولكن الأوروبية، ومنحوهم الجنسية الفرنسية. مصادرة الأراضي لصالح المستوطنين الفرنسيين الجدد، معاملة الجزائريين كمواطنين من الدرجة كام؟ التانية. ركز معايا، انت هتحفظ بقى مصادرة استيلاء، إقامة، استغلال، تشجيع، مصادرة، معاملة. مصادرة الأرض، هم صادروا الأرض من الجزائرية ومنحوا الضياع يعني المزارع لمين؟ للفرنسيين المهاجرين. الشركات خدت ارض لانتاج الايه؟ لزراعه القروم اللي هو العنب، لانتاج الايه؟ الخمور. عملوا مصالح كتيره ومدوا خطوط السكه الحديد، استغلوا كافه المناجم. لحد هنا ده سؤال بنسميه استغلال، استعمار استغلالي، او اصبحت الجزائر موردا هاما للخزينه الفرنسيه. انا لو قلت السياسه هنقول كل ده، انما في سؤال تاني على الفقره الاولى، مصادره، استيلاء، اقامه، استغلال، هنقول اصبحت الجزائر مورد هام للخزينه، سرقوا البلد، ده اللي حصل. طب الثانيه بقى بنقول شجعوا الهجره الفرنسيه، لا ليس الفرنسيه، انا ما بنفيش الفرنسيه، ده انا هزود، ليس فقط الفرنسيه اليهوديه ولكن الاوروبيين، اي حد عايز يجي الجزائر يدخل وهنديله الجنسيه الايه؟ الفرنسيه، تشجيعا لهم على البقاء والاستثمار. هو عايز يميع شكل الشخصيه العربيه بزياده عدد الاوروبيين.
ثم مصادرة الأراضي ومنحها للمستوطنين الجدد غير الفرنسيين الذين يتمتعون بالمواطنة الفرنسية الكاملة، ثم معاملة الجزائريين كمواطنين من الدرجة الثانية أو مسخ الشخصية العربية الإسلامية في الجزائر. والسؤال اللي جاء السنة اللي فاتت قال لي هنا وضح السياسة الاستيطانية الفرنسية في الجزائر. ايه السياسة الاستيطانية الفرنسية اهي، هنتكلم بقى من بعد 4 5 6 و7. تشجيع الهجرة، مصادرة الاراضي لصالح المهاجرين، معاملة المواطنين من الدرجة الكام التانية. نبدأ نتكلم عن شكل الكفاح في النصف الاول من القرن ال19. الكفاح في النصف الاول من القرن الكام ال19. هنتكلم عن دور مين؟ الامير عبد القادر الجزائري. الامير عبد القادر الجزائري، طب ايه اللي حصل يا استاذ؟ اول حاجه قام الكفاح بعد عده سنوات، اتخذ الامير بسكره مقرا لقيادته، عقدت معاه فرنسا معاهده دي ميشيل 1834، ثم عقدت التفنه 1835. الراجل ده تولى الكفاح في النصف الاول من القرن الكام ال19، يعني من 1830 ل 1847. بعد عده سنوات بدا خد مسكره مقرا لقيادته. فرنسا عملت معاه دي ميشيل ليه؟ تعبانه رغبه منها في استعاده صفوفها، قالت للامير انا هيعينك حاكم على غرب ووسط الجزائر، قبل. ثم قامت فرنسا بضرب الامير وفشلت، فعقدوا اتفاقية التفنة ثم نقضوها، هم برضو اللي ايه اللي نقضوها زي ما نقضوا الاولى، باحتلال مدينة قسنطينة 37 800. فيها طاقة واحدة اهي، مدينة قسنطينة، ركز معايا، مدينة قسنطينة مش القسطنطينية. اجيب لك في الاختيارات كده، نقضت فرنسا اتفاقية التفنة مع الامير عبد القادر الجزائري 37 باحتلال القسطنطينية، قسطنطينة، قسنطينة، بسكرة، كل بيختار اي حاجة ما عدا قسنطينة اللي فيها طاقة واحدة دي، يخلي بالنا منها. لو جالك اي سؤال في دي ميشيل، جالك سؤال في التفنة، ظروف، نتائج، الجزئية صغيرة، عايزك تغطي لي الجزئية دي كلها. طب لما نيجي نشوف السر في طول مقاومة الامير عبد القادر الجزائري، ليه الامير عبد القادر الجزائري مقاومته طويلة ضد الاستعمار الايه الفرنسي؟ ليه فرنسا مش قادرة ايه تأثر عليه؟ بنقول طبعا، بص معايا الخريطة كده لو سمحت، هي اقروا في دي ميشيل حاكم على الوسط والغرب. المنطقة دي قريبة منين؟ من المغرب. لما كان بيحصل ايه مقاومة، المغرب بتقدم دعم للامير عبد القادر وبيستخدم الاراضي المغربية او المراقشية في الكفاح. فرنسا لا تستطيع الدخول المغرب، لان المغرب دولة مستقلة تتحكم في موقع استراتيجي وهو جبل ايه طارق. طب الحل اخراج المغرب من المقاومة. تعمل ايه فرنسا؟ من بعيد قامت فرنسا بقصف ميناء طنجة، ضربت ميناء طنجة من البحر هدته. اذا المغرب هنا تعورت بسبب المساعدة لمين؟ للجزائر. طب النتيجة لم يستمر دعم المغرب. ازاي يا استاذ؟ لما نيجي نقول سقوط الامير، هنا يحصل سقوط الامير عبد القادر، وانتهى المقاومه في النصف الاول من القرن الكام ال19. ازاي؟ بعد اهو زي ما قلت، بعد ايه؟ قصف فرنسا ميناء طنجة المغربي، تم اغلاق الحدود في وجه الامير مع حرمانه من الدعم واستخدام الاراضي المراقشيه، مع تفوق ايه السلاح الفرنسي، مما ادى الى استسلام الامير ونفيه الى الشام 1847. وما لبس ان قامت عده ثورات نجح الفرنسيين في اخمادها. طب تمام، تاني كده معايا في السؤال ده، سقوط الامير عبد القادر بعد قصف طنجة، اغلاق الحدود في وجه الامير، حرمانه من الدعم المغربي، استخدام الاراضي المغربية، تفوق السلاح الفرنسي ادى الى استسلام الامير ونفيه الى الايه الى الشام، ثورات انتهت بقوة فرنسا. طب لما نيجي نقول، بص معايا، الكفاح في النصف الاول من القرن العشرين،
يعني من 1901. طب الكفاء عندي خد شكل سياسي. اول واحد عندي الامير خالد ابن الامير عبد القادر. حاول خالد الاستفادة من مبادئ ويلسون ولكنه فشل ولقي ما لقيه الوفد المصري من ايه؟ عدم الاستماع. اتنين، جماعة ظهر الجماعة اسمها علماء الجزائر. طب الجماعة دي ظهرت ليه يا استاذ؟ للحفاظ على الشخصية العربية الاسلامية من سياسة الاستيطان الفرنسية. طب وبعدين ظهرت عندي جماعة الاندماج، مثقفين جزائريين، دول مثقفين جزائريين اهو وعدد ليس بالقليل، بس اتعلموا ثقافة ايه؟ ثقافة فرنسية. طيب دعوا لايه؟ للاندماج مع مين؟ مع فرنسا. فرنسا قالت لهم على شرط ان يعامل الجزائريين كمواطنين من الدرجة الثانية ولا يتساووا مع الفرنسيين سواء في الوطن الام او في الجزائر. ومن دعاة الاندماج عباس فرحات. طيب في جماعة تانية ظهرت؟ تمام. رقم اربعة نجمة شمال افريقيا، طيار تحرري يدعو الى الاستقلال بزعامة مصالح الحاج. اذا انا لو جيت سألتك دلوقتي قلت لك ايه؟ وضح الكفاح في النص الاول من القرن العشرين، هتقولي الامير خالد، جماعة العلماء، جماعة الاندماج، نجم الشمال افريقيا. طب وفي الاخر السؤال ده ما نتائج؟ خلي بالك من السؤال ده، السياسة الاستيطانية الثقافية لفرنسا في الجزائر. السؤال ده مهم قوي. ما نتائج السياسة الاستيطانية الثقافية لفرنسا فين؟ في الجزائر. آخر حاجة عندي لما أقول لك هنا قارن بين، السؤال ده جميل، جماعة علماء الجزائر، جماعة علماء مين؟ الجزائر، والجمعية الخيرية الإسلامية. ده سؤال حلو قوي. الحاجة التانية لما أقول قارن بين مظاهر النهضة الثقافية في مصر أواخر القرن ال19 والحركة الوطنية في الجزائر موضحا الشبه. موضحا ايه؟ الشبه. نخلي ايه؟ بالنا منها الله يخليكم. طبعا عندي هنا بيفضل دور مصر. مصر طبعا عملت دور كبير جدا ضد ايه؟ الاستعمار الفرنسي في اعلان الثورة الجزائرية المسلحة من القاهرة، ومنادات مصر في كل المؤتمرات بحقها في الاستقلال، دعم مالي وسياسي وسلاح. تعرضت مصر نتيجة ذلك على يد حكومة جيم وليه للعدوان الثلاثي 56 لمساعدتها الجزائر، ثم طلبت الايه؟ فرنسا من الجزائر الدخول معها في اتحاد فيدرالي 57، رفضت، وحصول مصر على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة باستقلال الجزائر سنة 60. سقوط الجمهورية الرابعة وتولى شارل ديغول الحكم وعمل على إعاقة أو نقل أو انتهاء فرنسا من عصرتها في الجزائر بمشروع الاستقلال، عندما طرح الاندماج التام مع فرنسا أو الاستقلال مع التبعية أو الاستقلال التام. اختار الجزائريين الاستقلال التام فرفض المستوطنين الفرنسيين، انضم لهم ضباط الجيش، عملوا منظمة الجيش الايه؟ السري المسؤولة عن إبادة آلاف أرواح المسلمين العزل. صمد الجزائريين وصمد شارل ديغول إلى أن تم توقيع اتفاقية إفيان، وبناء عليها حصلت الجزائر على الاستقلال. كده احنا خلصنا حلقتنا. آخر بس سؤال، قارن بين دور مصر والمغرب في مساعدة الجزائر على الاستقلال موضحا الشبه والاختلاف.
أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، سعدت بكم على مدى ساعة، انتظرونا الأسبوع القادم تونس والمغرب وليبيا واستكمال باقي الدول العربية مع رق تحيات وأجمل أمنيات لكم بالنجاح والتوفيق. هذا أحمد صلاح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.